صديق ما اشوفكم ارد اسال العين بعد ما كنتوا لي كل شي بحياتي جنيت بفراقكم لو غبتوا يومين احس انا اختنيك بصدر عبراتي صديق ما اشوفكم ورد اسال العين بعد ما كنتوا لي كل شي بحياتي جنيت بفراقكم لو غبتوا يومين احس انا اختنق صدر عبراتي مار بي الوكيد وانتو بعيدين ليش صدقون ناسيكم قريبين مار بي الوكيد وانتو بعيدين وليش صدقون ناسيكم قريبين مثل الوردة قلبي ذبل عطشان وانتو المايلة دجلة وفراتي مثل الوردة قلبي ذبل عطشان وانتو المايلة دجلة وفراتي. أن يتعرض جهازنا الحسي لوابل المستمر من الموسيقى والمؤثرات الصوتية يؤدي بنا إلى نهاية المطاف لاتخاذ قرارات عقلانية في أصعب الظروف. حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة التغيير الفضائية، وحلقة جديدة من برنامجنا اللي نسلط به الضوء على أبرز المهارات الفنية والطاقات القوية في محافظة كربلاء المقدسة. اليوم متواجدين في عائلة الفنان المبدع كاظم الشويلي، وتفاصيل هذه الحلقة انتظرونا. حظر التجوال الذي أنهك العوائل العراقية بجلوسهم داخل المنازل للحماية من فيروس كورونا، مسببا لهم عجزا في اتخاذ قرارات تسهل من تسيير حياتهم اليومية، يستثنى من ذلك المتفهمين لحظر التجوال الذي استغله البعض في تطوير مهاراته داخل البيت، كما فعل الفنان كاظم الشويلي مع أبنائه ليكونوا على نهج أبيهم بالتميز والإبداع الموسيقي. في هاي المرحلة اللي صار لها تقريبا 5 أشهر أو أكثر، هي مرحلة جائحة كورونا، احنا كنا طبعا عندنا نوع من الحركة، نوع من الحرية، خلينا نقول الحرية في الخروج والحرية في التجمع، الحرية في أداء واجبك. لكن بعد ما صارت الجائحة وكان الوقت علينا خلينا نقول وقت محرج وضيق، وخل بالحقيقة هي احنا انحبسنا بالبيت، ف ما يظل الإنسان هو يظل طول عمره محبوس بالبيت، لا. فأنا قبل كنت أنطي دروس موسيقية لكن كانت ما موجود هذا الشيء، بعدين فكرت أنه نرجع إلى أنه ننطي هاي الدروس، خصوصا أنه مجتمعنا عطشان للموسيقى. يعني لو حضرتكم تجون تشوفون الشباب وحتى كبار السن وحتى الأطفال من جميع الاتجاهات، من جميع أصناف المجتمع، منهم الضابط ومنهم يعني هو أولا وأخيرا هو بشر. يعني فالموسيقى تلاحظها هي في نفس البشرية، فنلاحظ الموسيقى في النفس البشرية للعراقي، يعني عايشة بداخله. و شلون تعرف انه الموسيقى عايشه بداخله؟ رغم ما يعني احنا عندنا اجواء خاصه، يعني اجواءنا الخاصه بالمحافظه، فايضا تلاحظ المنشد، شوف الاصوات الجميله الراقيه جدا، ممكن احنا نتعامل وياهم مثلا بتدريسهم
للنوطة الموسيقية، تدريسهم للمقامات يستفادون منها. وغايتنا احنا، انا غايتي بالنسبة لي، التقيت انت بالشباب وشفت يعني شفت الشباب هنا بالدرس مالتي، احنا كل ثلاثة من اخذ اكثر من ثلاثة على مود الجائحة وعلى مود يعني ليصير تقارب، وهذا تلاحظ اكو عندهم الرغبة والاندفاع في تعلم العزف على اي آلة موسيقية، وخصوصا آلة العود وآلة الكمان. وما يفرحنا يعني اني لو يعني لو اتكلم لك عن العدد اللي يجي، يعني عدد كلش كبير، كلش كبير العدد انه يريدون يتعلمون. فاحنا غايتنا ابدا، اني على آلة العود، والاستاذ رحيم بعد شويه هم يتكلم لكم على آلة الكمان، وهو هم استاذ معروف جدا، عازف واستاذ مدرس على آلة الكمان. لاحظ حتى ما مقتصر على الرجال فقط، بس احنا اليوم جايتكم صدفة، كان عندنا درس العود يعني جماعتي هنا، ايضا الشابات في كل مراحل العمر، طالبات معهد الصحة، وطالبات كلية الطب مرحلة السادسة والأخيرة ومرحلة الرابعة، ايضا قسم من عندهم بعد ما صارت الجائحة قعدوا بالبيت، وقسم من عندهم هسه رجعنا من نعيد دروسنا التعليمية الموسيقية. وغايتنا احنا حقيقة، غايتنا احنا مو مادية، لان اذا انت فنان وتكون غايتك مادية حقيقة يعني ما عندك هذا العطاء يصير. ليش؟ انت راح تفكر بس بالمادة. احنا غايتنا حتى الاجور مالت الدورة سألوهم يعني فشي رمزي قياسا ويتعب يعني. احنا غايتنا اني واخويا الاستاذ رحيم انه احنا نبدي من جدة وجديد، نريد نبني مجتمع مهذب. الموسيقى تهذب النفس، الموسيقى تهذب النفس. نبدي نخلق جيل واعي، جيل يعرف قيمة الموسيقى، وجيل يعرف قيمة الآلة الموسيقية، وجيل يعرف انه العالم التطور اللي يحصل به هو تطور بالفن وليس بالصناعة فقط. فإن شاء الله أنا والأستاذ رحيم بدينا المشوار مالتنا، وإن شاء الله نوصل إلى نتيجة جميلة، وهي بناء جيل واعي. لأن إحنا ما باقين، إحنا أول تالي نطلع تقاعد ونكبر بالعمر هذا، فنريد ورانا جيل. والكثير من الشباب اللي إجاني تعلم، وشابات أيضا على آلة العود أتكلم، ولاحظت الأستاذ رحيم أيضا عنده بنات، قسم من عندهم يتعذر يجي لمعهدنا الصغير هذا، فإحنا الروح اللي يتعذر جيته، الروح تعرفون بعد إحنا لازم نلتزم بالقيم الاجتماعية، فإحنا نروح للبيت يعني عادي، نطلع للبيت أستاذ رحيم يروح وأنا ما أروح، وخصوصا يعني للبنات يعني حتى نعطيهم الفرصة. احنا من كنا صغار نشوف ابويا يزعل على الآلات الموسيقية فحبيناها، فكانت لنا شغف بها نتعلمها، واحنا بهاي وقت المراهقة مثل ما قال ابويا ان الموسيقى تهذيب للنفوس، تهذبنا وتقوم شخصيتنا وتبعدنا عن هواي اشياء. احنا حبينا هاي الشغلة الموسيقى، وحبيت اتعلمها واحقق حلم ابويا. طبعا خلال فترة الحظر قدرنا نحقق حلم ابونا انه احنا الاخوة الاربعة نكون عازفين موسيقى في عدة آلات موسيقية، خاصة انه مهند الصغير يعزف على آلة البيانو، وحمودي ويوسف يعزفون على آلة الكمان، القائم على تدريبهم الأستاذ رحيم رباط على آلة الكمان، وأما أني فأنا أعزف الجيتار والبيانو، وأيضا أنا عازف عود، فبنفس الوقت هم أرجع أتمرن ويا أبويا وأخذ تمارين منه لحد هذا الوقت. طبعا أنا من كنت صغير كنت أحب الموسيقى وأستمع لأبويا دائما هو يعزف، وكنت أتمنى دائما أتعلم العزف على آلة الكمان، فقررت أقول لأبويا علمني العزف على آلة الكمان، وتعلمت ووصلت لهذا المستوى بفضل الأستاذ رحيم وأبويا.
دورات مجانية مع شروط الالتزام بالوقاية الصحية لتعليم من يود الحصول على فرصة اللعب بالأوتار الحسية لمشاعر الناس. فالموسيقى دواء مجاني يستخدمه البعض للشفاء من ضغوطات الحياة اليومية، لا سيما الوضع الوبائي الذي يستشعر خوف البعض فيصيبهم فيكونون ضحية الخوف لا أكثر. طبعا احب اشكر برنامجكم الجميل اللي سلط الضوء على موهبه الموسيقى اللي هي طبعا ما موجوده بكثره بمحافظه كربلاء مثل باقي المحافظات. وطبعا نشكر استاذ كاظم لتنميه هذه الموهبه، يعني عندنا معهد مصغر اللي جمعنا احنا كم طالب هنا، وصارنا تقريبا شهر ونص احنا بهذه الدوره. طبعا كل واحد عنده اشغال وعنده يعني مثلا ارتباطات بغير مكان، فاستغلينا الوقت الفراغ اللي عندنا، واشتغلنا طبعا بلخص هاي فترة حضر التجوال، يعني بدل ما نطلع برا او نشوف لنا فد مكانات مثلا نلتقي بيها، فعندنا هذا المكان نجيبه مثلا بالسبوع يوم او يومين زين نتعلم على آلة العود. حقيقة نشكركم على هذا البرنامج الجميل والالتفاتة الجميلة اللي سلط الضوء على الموسيقى في كربلاء، وحقيقة انه الموسيقى في كربلاء مظلومة، خلي نكون واضحين اكثر. احنا هنا استاذ كاظم هو تقريبا معهد موسيقي او معهد لتعليم الموسيقى. استاذ كاظم يعد ناس مثل ما تفضل زميلي الدكتور عمار، هم هواة من الصفر الى ان يخرجهم موسيقيين محترفين. استغلالنا لفترة حظر التجوال وهذا الوقت الفراغ اللي صار عندنا وأزمة كورونا، بدل ما واحد يروح يكسر الحظر يروح يطلع يسوي يعني يلعب طوبة أو يفتر بالأسواق وكذا، فيملي وقت فراغه هنا أنه بالموسيقى يطور موهبته، هاي الهواية اللي عنده. والموسيقى هي لغة عالمية ثابتة ولغة روحية، وشيء جميل أن الإنسان يتعلم سواء كان عود أو جيتار أو كمان. طبعا الأساتذة مشكورين الموجودين هنا على جهودهم. أولا نشكركم ونشكر برنامجكم الجميل هذا اللي تغطيتكم فقرة الموسيقى اللي هي الكل يفتقرها طبعا في مجتمعنا. الصراحة أستاذ كاظم الشويلي مشكورا جاي يتعب ويانا بأنه يعد أشخاص هم مو موسيقيين ولا داخلين معهد موسيقى، يعدهم من الصفر إلى عازفين، إلى من هواة إلى محترفين. صراحة شيء جميل أنه نشوف هذا الشيء بمحافظتنا، ونشكركم ونشكر تواجدكم. طبعا احنا صراحة موضوع الموسيقى حاولنا أنه بالإضافة إلى جمالها أنه احنا نملي فراغنا به، أنه نملي الوقت اللي ممكن واحد يصير عنده حتى يدرب نفسه على مهارات العود أو الكمان أو الجيتار مثل ما الزملاء الموجودين كل شخص، خصوصا هاي فترة الحظر التجوال طبعا كل شخص يحب يملي فراغه بشيء معين. احنا حاولنا نستغل هذا الشيء بنبلي فراغنا بهذا الموضوع.
الأخ الفنان كاظم شويدي عندنا مشروع أنه عندنا مجموعة من الشباب صغار نشكل من عندهم فرقة، والرجل استدعاني المساعدة في تعليم الكمان، وهذا يعني ما حصل، والحمد لله الآن هم صاروا على السكة وبالإمكان أن يواصلوا بشكل سلس، وإن شاء الله خلال الأشهر القريبة لو تزورونا وتشرفونا راح تشوفون شباب يعزفون عزف علمي نظامي مدروس ومحسوب. أنا سعيد بزيارتكم وأشكر تسليطكم الضوء على هذه الفعالية، وإن شاء الله في لقاءات قادمة راح تشوفون مجموعة من الشباب الصغار أعمارهم في مقتبل العمر، وراح يكونون امتداد للأساتذة مثل ما احنا صرنا يعني امتداد لأساتذتنا.
الجميلة سلطنا الضوء اليوم على هذه العائلة الفنية في محافظة كربلاء، عائلة الفنان كاظم الشويلي. إلى هنا سادتي الكرام تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، انتظرونا بحلقات أخرى. إلى ذلك الحين كونوا بخير، مع السلامة.